ما تعملش ملح بزاف في الماكله ديالك حيت كتطلع التونسيون. شحال سمعتوا هاد الهضره هادي، كبرنا بها في الحقيقه، ولكن اني با 100% فري. واش غنقولكم علاش؟ اول حاجه هي ان عاده فاش كناكلو شي ماكله فيها الملح بزاف ولا لا ديالنا كتكون فيها الملح، الكلاوي ديالنا كيخرجوا داك ليكسي دو سيل اي طراي اون سورت ان تكون كاين لو دوزاج كوريكت اللي كنحتاجو، باسكو فينالمون لو صوديوم الي امبورطون في الجسم. ولكن كيفاش باش كنقولو بلي الملح كتقدر تطلع لنا ليبرتونسيون؟ هي في الحقيقه ماشي الملح اللي عامله هادشي كله، واحد الغبيره اللي حتى هي بيضه وكتشبه لها، وهو السكر. ملي كنكونو كناخدو السكر بزاف لي غان ديالنا ما كيبقاوش يخدمو مزيان. علاش؟ لان هاد السكر كيمنا التهابات في الجسم ديالنا، كيمنا دي ريغلومون هرمونو، كيمنا بزاف ديال المشاكل اللي كيجعلوا ان الكلاوي ديالنا ما يبقاوش يخدمو مزيان. مشكل ان الكلاوي ما كيبقاوش يخدموا مزيان، ما كيبقاوش يصافيو بزاف داك الملح في الجسم ديالنا، كتوقع اون روتونسيون دو، لو فوليوم ديال الدم ديالنا كيتزاد، اي بار لا سويت اون ا دي بروبليم ديبرتونسيون. واذا كانت فينا ليبرتونسيون كنقدروا نكفسو. دونك خصنا نعرفوا بلي باش نتجنبوا هادشي ما كيكفاش اننا نقصوا من الملح، خصنا اون فيت نقصوا بالسكر. وشحال المرات السكر ما كنهضروش عليه بزاف، دونك فكروا بلي شحال المرات المشكل ديال الملح هو السكر.